الراديو 90-90 هواها مصر. طيب رجل القوس مع بقية الأبراج. نعم القوس مع بقية الأبراج طبعا في 12 برج لكل برج ليه توافق. نحن من نقول يعني من نقول القوس مع الثور مثال يعني إذا كان رجل أو أنثى. القوس مع الثور هو هم ثنائيين ناجحين في الزواج. تمام. في رغبة بالوصول إلى قمة الأشياء، الاهتمام في بعض، في أحيانا في تحرك، اثنيناتهم بيتحركوا مع بعض، التقدم مع بعض للأمام، في صعود مع بعض، في علاقة شاعلة بينتهم، يشكلين علاقة حلوة وجميلة ومفيدة، بتفقوا في أولويات كثيرة. يعني ده القوس مع الثور. مع الثور. القوس مع الجوزاء علاقة بتكون هادية مليئة بالمغامرات والعشق والإعجاب المتبادل مع توفر الانسجام والتناغم. في الإضافة كمان في حيوية بين اثنين، يعني في انجذاب بين اثنين، في حيوية بين اثنين، بيحبوا حريتهم واستقلاليتهم والتفاهم بين بعض، قادرين على مقاومة المصاعب ويتألقان ويتأقلمان ويتألقان بجميع ظروف الحياة. طبعا ده الناس اللي بعتلنا كله على الاسم اسز او على الفان بيج، توافق برج القوس مع الجوزاء مع العذراء مع الحوت. فاللينك ده يعني كل التوافقات عشان كل اللي بيسأل يركز معانا. برج القوس بيتوافق بنسبة كام في المية مع البرج ده او البرج ده؟ ايوه، ونحن عم نشرح هون عشان الناس تكون سمعان. القوس مع السرطان التوافق كمان ذكر او انثى، يعني بالتبادل او بالطرفين. القوس مع السرطان علاقة بتكون فترة لا في تفاهم، لا يوجد تفاهم، لا يوجد تفاهم، فترة علاقة فيها فتور. السرطان بيهرب من شخصية القوس. السرطان بيهرب من شخصية القوس المسيطرة التي تحاول إعادة تشكيلها مرة أخرى. طب يعني قوس وسرطان لا يوجد صعب. غالبا ما يحدث بينهما تصادم، ولكن السرطان يجد صعوبة في ترويض برج القوس. في صعوبة عنده وتفهمه، لذلك يلجأ إلى الصمت أحيانا كثيرة، مما يجعل العلاقة لا طعم لها. نعم. طيب نرجع بقى لتوافقات برج القوس مع بقية الأبراج. احنا وقفنا عند أني برج؟ وقفنا عن القوس مع السرطان. هننتقل بقى دلوقتي القوس مع الأسد. يلا كل برج القوس يركز معين. القوس مع الأسد علاقة فيها انسجام رائع جدا، لا صراع، لا سيطرة، لا مصالح مشتركة بينتهم، لا تناقض، لا فوارق بينتهم، كأن الحياة بينتهم فيها مواهب ونشاطات وقوية بينتهم. اثنينتهم سخيين، بيحبوا بعض، بيحبوا الحياة، بيحبوا المغامرات، متعطشين للحب جدا، عدد كبير من المصالح المشتركة رائعة جدا بينتهم. في كمان القوس مع العذراء. القوس مع العذراء علاقة بتكون غير مستقرة، يمكن أن تنجح ويمكن أن تكون محدودة، فهي تحتاج إلى توضيح الأمور أكثر، إلى التفاهم أكثر قبل القيام بخطوات، خصوصا بالخطوة الأولى. يعني فالإنجذاب ببعض لا يكفي، المفروض التفاهم العميق أكثر يمكن أن يسهل الرؤية الحقيقية للشخصيتين أو للشخصية، لكن لا يوجد اتفاق ذاتي بينهما، يعني مش الزيادة اللي أنا شايف بين بعض. تمام. القوس مع الميزان علاقة منسجمة فيها تألف كأجمل ما يكون بحياتهم. حلو ده جدا. القوس والميزان. حياة مستقرة سعيدة جدا جدا. الميزان ينجذب إلى أناقة القوس، كان ذكر طبعا أو أنثى، واهتمامهم بمظهره، يعني الميزان بيهتم بمظهر القوس، بمظهره وقدرته على المناقشة، في إثارة رائعة جدا، تفاعل رائع، مغامرات جديدة، مغامرات حلوة، علاقات رائعة جدا جدا. بالآخر يعني أنا شايف علاقة منسجمة ومميزة. تمام. القوس مع العقرب علاقة واضحة من الأول، لكن لا انسجام ولا تناغم، في وضوح لكن لا يوجد انسجام ولا تناغم، إلا يعني الانجذاب سريع ما يزول، سرعان ما يزول، بسريع وبروح، كل واحد يتمسك بأسلوبه بآرائه الخاصة. مولود العقرب يتميز بالكرم والأمانة مع القوس طبعا، بينما القوس لديه دائما الرغبة في الانتقام. هي وقتها بيكون القوس مع العقرب، العقرب بيكون كريم أمانة، أما القوس مع العقرب حيكون عنده رغبة في الانتقام من العقرب.
يا ساتر يا رب. نعم. القوس مع القوس، أنثى القوس تتكيف بسهولة خارقة مع ذكر أو القوس. ليه دايما بيقولوا أن الأبراج اللي زي بعض بتتنافر من بعض؟ لا مش تتنافر، هي الأبراج اللي زي بعض تقريبا صفات قريبة لبعض. يعني قوس مع قوس، عقرب مع عقرب، جدي مع جدي، حمل مع حمل، الثور مع الثور. الأبراج اللي زي بعض بتكون الصفات الإيجابية نفسها والصفات السلبية نفسها. يعني هلا أقولك على حاجة، نحن كنا عم نتكلم على برج الجوزاء، كان في شخص من الأشخاص بعت لنا جوزاء، هو ومراته وابنه. أيوة كلهم شهر ستة. شهر ستة الجوزاء النسبة السلبي تبعهم المنتقدين، كلهم حينتقدوا بعض، حيصف العمل الجوزاء حيموتوا بعض في البيت. نعم. أما الإيجابي هم ذكيين، إيجابي عندهم حب الإقناع، الجوزاء عنده حب الإقناع. يعني هم في عندهم إقناع، الجوزاء بيقنع، بيقنعك، بيحاول. دي في صفات كتير، وعفويين، الجوزاء عفويين. دول بقى بياخدوا من بعض، يعني وقت بكون الحمل مع حمل، الحمل متهور وصريح زيادة عن اللزوم لأن كوكب المريخ، هيكون يعني عندهم صراحة. صراحتهم دي يبقى زي ما أنا بقول، أحيانا في أبراج زي بعض بتتنافر جدا، بيحصل حرب ما بينهم، تتنافر في السلبي. أما السلبي. الإيجابي ممكن يعيشوا. لأن هو زي يعني أنا وقت أنا باخد، أنا برجي مثال حمل وأنا وزوجتي حمل، إذا أنا صريحة هتكون هي صريحة لأن صفاتي نفسه، لكن وقت أنا أكون عصبي متهور هي هتكون عصبية متهور في الناحية السلبية. طيب احنا نتوقف عند البرج ده، احنا كده وقفنا القوس مع القوس. نعم. توافق طيب. برج القوس احنا وقفنا طيب. عند القوس. قوس مع القوس. طيب. القوس مع القوس، الانثى القوس تتكيف بسهوله مع رجل القوس بشكل رائع جدا، كل الظروف والمناخات، بيساعد على النمو بصمت صابر، تتحمل اخطاء الاخرين، هي وهو بيتحملوا بعض. ايضا في رجل قوس عنده طريقه حلوه مع الانثى، بيتسامح معها زي ما قلنا من شويه، بيحب بيتملكها، في بيقدروا بعض، في وزن، في اهتمام، في كل حاجه، تقدير ده برضو حاجه جداً مهمه جدا. في رائعه جدا في الموضوع. في كمان ايضا هنشوف القوس مع الجدي. القوس مع الجدي علاقة هادية مليئة في المغامرات، فيها عشق، فيها إعجاب متبادل، توافر الانسجام، التناغم والحيوية، فكلهما يريدان أن يمارسان حريتهم الشخصية. شايف يعني في بيقاوموا الصعوبات، بيقاوموا الصعوبات جدا جدا، وفي احتياجات بيساعدوا بعضهم على الاحتياجات، في تفهم الاحتياجات الأساسية، والعلاقة رائعة جدا جدا ما شاء الله جدا. في القوس مع الدلو العلاقة بتكون في قواسم مشتركة، بيجمعهم حب السفر والحرية والاستقلالية واكتشاف المجهول والعلاقات الاجتماعية والسعي وراء الطموح وغرابة التفكير وغرابة التفكير، يتفقان في جميع هذه الأمور. أما على صعيد العاطفة فمن الصعب أن ينسجما، يعني مش بالسهولة بينسجموا مع بعض، في صعوبة في الناحية العاطفية، القوس والدلو. القوس والدلو في صعوبة في التفاهم مع بعض. ممكن يكون صديقان حميمان لكن زواج، لكن ارتباط صعب شوية. القوس مع الحوت علاقة صعبة، الاختلافات والتناقضات كثيرة، كل واحد بيعيش في عالم آخر، في اختلاف في وجهة الآراء والأفكار. في إعجاب رومانسي أوكي، لكن التوافق في انتقادات، خيالهم مشترك لكن لا يتفقان عاطفيا. ممكن يكون في كمان معنا القوس مع الحمل، ممكن ده ممكن نقول آخر برج الحمل هو. في الحمل مع القوس تختلف شخصية القوس عن شخصيات الأبراج الأخرى، فهو يتمتأ بالاستقامة في طبعه، وهو نفس الصفات الذي يتمتأ فيها برج الحمل، يحبان السير في خط مستقيم، يكرهان اللف والدوران. وإذا استطاع الحمل أن يفهم القوس جيدا فإن العلاقة ستكون ممتازة، ولكن صدق القوس أحيانا ما يربك الحمل، مع أنه اثنين صادقين، بس أحيانا القوس ممكن يربكه للحمل بصدقه الزائد. طب لو إحنا قلنا بما أن إحنا بقى الفينال، يعني برج القوس النهاردة هو البطل معنا النهاردة، برج القوس مع أني برج من كل الأبراج اللي إحنا قلناها دي؟ يعني لو قلنا علاقة مجنون دلع وحب وكاريزما وما فيش أحلى من كده، نقول القوس مع مين؟ القوس الدرجة الأولى هو الجوزاء، يعني القوس مع الجوزاء. ولو قلنا ابعدي تماما برج القوس عن برج ايه عشان بيخبطوا في بعض وحرب أهلية وانفصال لا محالة فيه، يعني ممكن نقول الأبراج، يعني في نوعين من الأبراج، يعني ترابي ومائي، يعني دول اللي أنا شايفهم يعني تحديدا يبعد عن ايه؟ يبعد عن ممكن